بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ الأسبوع بالتأكيد بالاستعدادات والحديث عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. غدا موعد لقاء الإياب، غدا 90 دقيقة من أجل الحلم، حلم الفوز بالبطولة الإفريقية الغائبة عن النادي الأهلي بعد خسارة العام الماضي، ولكن كل الطموحات والآمال والتحديات من أجل العودة بالبطولة الإفريقية إلى القاهرة عقب مباراة الغد إن شاء الله، اللي بالتأكيد فيها طموحات كبيرة جدا وفيها آمال كبيرة جدا وفيها توقعات كبيرة جدا، اللي الأهلي بإذن الله هيقدر يفرض قيمته في مركب محمد الخامس رغم نتيجة لقاء الذهاب، ولكن يقدر الأهلي يعود ببطولة إفريقيا من المغرب كما عاد من قبل 5 مرات من العديد من الدول الإفريقية محرزا بطولة إفريقيا من خارج القاهرة، سواء في الثمانينات أو في الألفية الجديدة بداية من 2006 2008 2012، بنتكلم عن مراحل كتيرة جدا، وآخرهم آخر بطولة إفريقية الأهلي رجع بيها من خارج مصر كانت في المغرب على حساب كايزر تشيفز عام 2021. حلقة النهاردة من برنامج الترند في بداية الأسبوع هنتكلم على كل الكواليس وكل الأخبار المتعلقة ببعثة فريق النادي الأهلي في المغرب، المؤتمرات الصحفية، ماذا قال كولر، ماذا قال محمد الشناوي، الأسئلة الصحفية اليوم كان الهدف منها إيه، الاجتماع الفني، الترتيبات الأمنية، موعد مباراة الغد، كل الكواليس هتسمعوها النهاردة وتشوفوها من خلال برنامج الترند. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال النهاردة على توقعاتكم لتشكيل الأهلي غدا في مباراة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحات القناة من خلال الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم على سؤال حلقة النهاردة، وهو الأبرز توقعاتكم للتشكيل في ظل ممكن تحدث متغيرات عديدة على شكل تشكيل الأهلي في مباراة بكرة. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته اليوم على مركب محمد الخامس، وكمان الشناوي، الأهلي يركز في لقاء الغد فقط ولا ينظر للماضي. وفي الترند المحلي، إعلان قائمة المنتخب الأولمبي لبطولة أمم إفريقيا المؤهلة للأولمبياد. طيب، استعراض مباريات اليوم النهاردة 10 يونيو، اللقاء المنتظر نهائي دوري أبطال أوروبا. المباراة اللي هتقام على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول اليوم في 10 مساء بتوقيت القاهرة، مانشستر سيتي بيستضيف إنتر ميلان. مواجهة قوية جدا ما بين السيتي والميلان، وكل فريق أكيد ليه تاريخ وحظوظ. تاريخ الميلان في أوروبا أكبر كتير من السيتي، ولكن الحاضر والمستقبل عند السيتي نتيجة النتائج الفترة الأخيرة، وبيقود السيتي مدرب كبير صاحب رصيد كبير بوب جوارديولا. نتعرف اليوم بإذن الله على بطل أوروبا اللي هيشارك في كأس العالم للأندية خلال الفترة المقبلة، واللي هتستضيفها المملكة العربية السعودية نهاية عام 2023. قبل ما أطلع لفاصل، يمكن صباح اليوم توفى كاتب صحفي كبير بنعتز به جميعا، يمكن وفاته المنية صباح اليوم، الكاتب الصحفي الأستاذ سامي عبد الفتاح. النهاردة النادي الأهلي نعى الكاتب الصحفي سامي عبد الفتاح، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة ينعون ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سامي عبد الفتاح الذي وفاته المنية. دعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة ومحبي الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نشوف أبرز فقرات برنامج النهاردة من برنامج الترند. لا صوت يعلو على صوت مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. المباراة صعبة جدا وفيها تحديات كثيرة، ولكن هتعامل مع فكرة المباراة في إطار نفسي، لأن كل الزملاء في المغرب ما بيتكلموش إلا على فكرة الحضور الجماهيري، الضغط الجماهيري، المباراة ستلعب بحضور جماهيري كبير، جماهير الوداد ملوك المدرجات سيكون لهم الكلمة العليا في التأثير النفسي على الفريق المنافس، أي يقصد الحديث عن فريق النادي الأهلي طرف المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا. ولكن يبدو أن الجميع نسى أن الأهلي من خلال الفوز ب10 بطولات إفريقية نجح في اقتناص 5 بطولات من خارج مصر. يعني الأهلي فاز بدوري أبطال إفريقيا 10 مرات،
5 منهم خارج مصر، يعني سواء في الكاميرون سواء في تونس سواء في العديد من الدول الإفريقية. قدر الأهلي يرجع ببطولة إفريقيا من خارج مصر 5 مرات من أصل 10 مرات. هل الأهلي دي المواجهة الأولى ليه في مركب محمد الخامس؟ إطلاقا. يمكن الأهلي سبق ليه إقصاء الرجاء الرياضي المغربي لعامين متتاليين في حضور أكثر من 50,000 متفرج في مركب محمد الخامس. طيب هل الجماهير لها دور في التأثير على الفريق؟ إطلاقا، بدليل أن الجماهير المغربية هذا العام لم تكن مؤثرة بشكل كبير على الفرق المنافسة، رغم الفارق الشاسع ما بين الفرق المنافسة واسم ومكانة النادي الأهلي في البطولات الإفريقية. وأعطي أمثلة على هذا الأمر. السنة دي الرجاء خرج من دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي. الجيش الملكي المغربي خرج من بطولة الكونفدرالية على يد فريق إفريقي ليس له اسم أو صوت كبير أو سمعة كبيرة في الكرة الإفريقية. السنة دي الوداد تأهل بشق الأنفس إلى المباراة النهائية رغم الحضور الجماهيري الكبير لجماهير الوداد في مركب محمد الخامس، ولكن كيف جاء التأهل تحديدا في المباراة التي أقيمت على مركب محمد الخامس؟ عندما واجه الوداد سيمبا كان الوداد يعني بيسعى للفوز بهدفين مقابل لا شيء لضمان التأهل دون اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية، ولكن لم ينجح الوداد سواء في إحراز هدف وحيد بشق الأنفس على فريق سيمبا مع فارق المستوى ما بين سيمبا والأهلي. الأهلي صاحب التاريخ الكبير، الشعبية، الجماهيرية، المستوى الفني، اللاعبين الدوليين، ولكن سيمبا فريق أقل من المتوسط تصنيفه، حتى على الأقل التصنيف السابع أو الثامن على مستوى القارة الإفريقية. ولكن مع ذلك في حضور 60,000 متفرج أو 50,000 متفرج لم ينجح الوداد سوى في إحراز هدف واحد وتأهل عن طريق التوفيق والحظ بالفوز بركلات الجزاء الترجيحية. في مباراة السيمي فاينال أمام سان داونز حضور جماهيري كبير أيضا، ضغط كبير أيضا، ولكن لم ينجح الوداد في إحراز ولو هدف واحد. خرجت المباراة بالتعادل السلبي، بل كان الأقرب للفوز في مركب محمد الخامس فريق سان داونز لولا تقنية الفيديو التي تدخلت لأكثر من مرة، تدخل صحيح وسليم لإلغاء هدف لصالح سان داونز بضاع التسلل وطرد 2 لعيبة من فريق سان داونز على مدار 90 دقيقة. وبالتالي الجمهور لم يلعب في مباراة سان داونز، بالعكس الوداد خرج بتعادل سلبي وكان أقرب للخسارة على أرضه ووسط جماهيره. وبالتالي فكرة العامل الجماهيري عامل مهم جدا وليس هو الفيصل في تحديد من سيفوز أو من سيكسب البطولة. الجماهير تؤدي، تساند، تشجع، تؤازر، تلعب بالتيفوهات والدخلات، ولكن لا تلعب في أرضية الميدان وفي أرضية الملعب. لذلك المباراة متكافئة، المباراة بين الأهلي والوداد، الأهلي متقدم فائز في القاهرة بهدفين مقابل لا هدف، مقابل هدف، سافر إلى المغرب وفي جعبته هدف. الوداد يحتاج إلى إحراز هدف. الوداد التعادل السلبي لن يفيده. الوداد إذا تلقى هدف سيخسر البطولة، وبالتالي الضغوطات كلها أكتر على فريق الوداد. يجب على الإعلام بشكل عام أن يتعامل بشكل واقعي مع الفريق المنافس للوداد في هذه البطولة. وفكرة الحديث بشكل كبير جدا على الجماهير من خلال متابعتنا هذا الموسم لم تكن مؤثرة بشكل كبير في حسم من سيتأهل، بدليل أن الوداد عندما لعب خارج أرضه تحديدا في بريتوريا بدون جماهيره استطاع أن يتعادل إيجابيا مع سان داونز في بريتوريا. وبالتالي في وسط الجماهير الجنوب إفريقية التي تحمس وتؤازر وفي ملاعبها الصعبة نجح الوداد في التعادل، وبالتالي سينجح الأهلي بإذن الله في تحقيق نتيجة إيجابية. وإحنا عندنا ثقة وتفاؤل كبير جدا إن الأهلي مش هيلعب بس على إنه يتعادل ويكسب البطولة. الأهلي ذهب للمكسب، الأهلي ذهب من أجل الفوز، الأهلي سافر إلى المغرب ودون تذكر أي شيء من لقاء الذهاب. الأهلي يلعب مباراة واحدة هي المباراة الفاصلة من 90 دقيقة، يكسب يفوز بالبطولة، ويتعادل يفوز بالبطولة. وبالتالي أنت عندك أكتر من نقطة تقدر تميل إلى كفة النادي الأهلي للفوز بدوري أبطال إفريقيا. النهاردة بإذن الله هيكون في مران أخير للنادي الأهلي على مركب محمد الخامس. ميعاد المران هيكون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت المغرب. زي ما أنتم شايفين يمكن دي آخر الترتيبات المتعلقة باستضافة مركب محمد الخامس لمباراة الغد. المنطقة اللي أمامكم دي منطقة رقم 6 تم فتحها بالكامل وهيكون فيها حضور جماهيري كبير، رغم ان طبعا هذه المنطقه كانت مغلقه في مباراتي دور الثمانيه والدور نصف النهائي. المركب بشكل عام يعني
الحضور الجماهيري فيه بيدي شكل رائع، ولكن مش بدرجة التأثير النفسي اللي أنا قلت لحضراتكم عليه. يعني أنا حضرت في مركب محمد الخامس أكتر من مناسبة، وآخر مناسبة كانت الشهر قبل اللي فات شهر إبريل، وحضرت مباراتين، ماتش الرجاء والأهلي وماتش سيمبا مع الوداد. آه حضور حلو وكل حاجة، ولكن الملعب أكيد بيبقى فيصل في نقطة كبيرة جدا بالنسبة للاعيبة النادي الأهلي. وزي ما الأهلي قدر يخرج بتعادل سلبي مع الرجاء، يقدر يعمل أيضا كمان نتيجة إيجابية ويخرج بتعادل على الأقل تقدير من أجل الفوز بالبطولة الإفريقية. النهاردة مارسيل كولر على فكرة هيعمل محاضرة للاعيبة قبل التحرك للمران، وفي نفس الوقت النهاردة كان في مؤتمر صحفي صباح اليوم، وامبارح كان في فعاليات متعلقة بالتصريحات الإعلامية لعدد من اللعيبة. احنا امبارح سمعنا تصريحات للسولية ولحسين الشحات ولمحمد شريف، تصريحات فيها اتزان نفسي كبير جدا، تصريحات فيها استعداد قوي جدا لمباراة العودة، والأسئلة نوعا ما يعني شبيهة بالأسئلة اللي اتسألت النهاردة في المؤتمر الصحفي، ولكن بيقدر أو بتقدر لعيبة الأهلي ترد على هذه الأسئلة بإجابات مقنعة جدا. وأيضا مارسيل كولر النهاردة تعامل في المؤتمر الصحفي بشكل رائع جدا. أنا استعرض المؤتمر الصحفي على فكرة إن في كلام مهم جدا اتقال سواء من كولر أو الشناوي، ولكن عايز أتكلم على الاجتماع الفني. النهاردة الاجتماع الفني هيكون الساعة 7 بتوقيت القاهرة، يعني بعد أقل من ساعتين بإذن الله. أبرز نقطة هتكون في الاجتماع الفني النهاردة التذاكر المخصصة لجماهير النادي الأهلي. كلنا عارفين إن في لائحة الاتحاد الإفريقي حددها، وقال في اللائحة التي تم اعتمادها في شهر 7/2022 إن كل فريق ضيف ليه الحق في الحصول على 5% من حصة التذاكر اللي بيتم طرحها للبيع. يعني الملعب هيكون ليه حوالي 50,000 تذكرة، وبالتالي الأهلي ليه 2500 تذكرة. لو الأهلي ما حصلش على 2500 تذكرة هيكون نادي الوداد خالف لائحة الاتحاد الإفريقي، ده طبقا للائحة. والنهاردة في اجتماع فني، لو الأهلي ما تمش طرح 5% الساعة المحددة ليه، هتبقى في مخالفة من نادي الوداد في تطبيق لوائح الاتحاد الإفريقي، وده أكيد هيتسجل النهاردة في الاجتماع الفني إذا لم تتوفر هذه النسبة طبقا للائحة الاتحاد الإفريقي. الاجتماع النهاردة هيحضره الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، كابتن سمير عدلي المدير الإداري، والطاقم الإداري للنادي، ومندوب نادي الوداد، في حضور مسؤولي الكاف ومراقب المباراة ومراقب الحكام والمنسق الأمني. نقطة تانية، المكان المخصص لجماهير النادي الأهلي هيتم بالاتفاق مع الجهات الأمنية، لأن يجب أن يكون هذا المكان مؤمن بشكل كبير، مخصص في منطقة بعيدة عن أي مشاكل أو ترتيبات أمنية، وبالتالي كل الأمور دي هيتم الاتفاق عليها النهاردة في الاجتماع الفني، مع تحديد موعد مغادرة كل فريق من فندق الإقامة استعدادا للوصول إلى مركب محمد الخامس. نتمنى الاجتماع الفني يسفر عن كل النتائج الإيجابية والملموسة التي ستؤدي إلى شكل مباراة الغد بشكل إيجابي جدا لكلا الفريقين. طيب، المؤتمر الصحفي قلت لحضراتكم كان فيه تفاصيل وكلام كتير جدا، تعالوا نسمع كولر والشناوي قالوا إيه، لأن عندي تعليق مهم جدا على التصريحات بناء على الأسئلة اللي توجهت للمدير الفني للأهلي وكابتن وحارس مرمى النادي الأهلي. Ja, also ich möchte mal sagen, dass wir das erste Spiel haben wir 2-1 gewonnen. Das heißt, sie haben zwar ein Tor geschossen, aber wir sind immer noch in Führung. أنا عايز أقول في البداية إن إحنا الماتش الأولاني إحنا فزنا، وأنا بأكد تاني إحنا اللي فزنا 2-1، إحنا الفايزين وبالتالي إحنا اللي عندنا الأفضلية. Und das hat auch nicht das ganze Spiel auf den Kopf gedreht, weil wir ja immer noch führen. والهدف ده ما قلبش المباراه ولا غير اي حاجه، لان احنا اللي كسبانين، ما زلنا احنا اللي فايزين. Und meine Spieler haben oder unsere Spieler haben schon x Spiele vor 60,000-70,000 frenetischen Fans gefeiert und gespielt. واحنا لعبتنا عن لعبه قدام 60,000 واكثر من 60,000 ولعبت قدام عدد كبير من الجماهير من مختلف الانديه والدول كتير وعندهم الخبرات التعامل مع المواقف زي und all die Zuschauer die außen rum sind die werden ja nicht mitspielen die werden zwar schreien und tun aber entscheidend ist dass unsere Spieler das spielen was wir ihnen vorgeben und das ist Fußball und dann werden wir sehen wie dann das Spiel ausgeht
والجماهير في المدرجات انا وده لاعيبه عارفاه كويس واحنا عارفينه كويس، ما بتنزلش تلعب على ارض الملعب، هي قاعده بره، ممكن صوتها يبقى عالي بس شويه، لكن هي ما لهاش اي تاثير على كره القدم. كره القدم في ارض الملعب فقط في المستطيل الاخضر، واحنا عارفين ان احنا ان شاء الله متحضرين ان احنا نتعامل مع الموقف ده، ولاعيبتنا قادره انها تتعامل مع الموقف ده، فما عندناش مشكله بخصوص الجمهور، بالعكس ده بالنسبه لنا اجواء جميله. ده بيحصل في اي فريق في العالم، ان يبقى عنده لعيبه مصابه وترجع من الاصابه، عنده لعيبه بتعمل اخطاء. انا ممكن اقول لحضرتك كمان قائمه كبيره جدا من لعيبه الوداد اللي في الماتش الاول عملت كم اخطاء كارثيه، ممكن اقول لك برده كده، لكن مش هنخش في الحتت دي. احنا ده جزء من كره القدم، ان اللعيب يبقى راجع من الاصابه ويرجع، ان اللعيب يبقى عمل خطا وعادي وارد، ودي دوري ان انا بتكلم مع اللعيبه وباهل اللعيبه كويس. اللعيبه اللي حضرتك ذكرتها بالذات كمان من اكتر اللعيبه اللي عندها خبرات في النادي الاهلي، وبالتالي ما بتتاثرش باي حاجه من المواقف اللي حضرتك قلتها. هم بالعكس كمان لعبوا ماتشات كتير قدام جمهور في ظروف اصعب من كده بكتير، فبالتالي احنا معدين فرقتنا كويس، هم جاهزين وما عندناش اي مشاكل من النوع ده. كره قدم كل فريق في العالم عنده مشاكل بتظهر، بيبقى في غيابات، بيبقى في اخطاء، والمدربين بيتعاملوا مع الامور دي، وانا عندي من خبراتنا اقدر اتعامل مع مواقف زي دي. Ich habe noch was. Bei uns hat vielleicht, oder er hat jetzt gesagt, ein Spieler hat einen Fehler gemacht. Bei unserem Gegner haben zwei Spieler einen Fehler gemacht, sonst gibt es ja keine Tore. أضيف بس كمان حاجة، حضرتك بتتكلم على إن لاعب عندنا عمل خطأ، الوداد عنده اثنين عملوا أخطاء بدليل إن إحنا جبنا جونين، فده وارد في كرة القدم. أول شيء بس أنا هذكر موقف واحد فقط من المباراة، أعتقد إن حضرتك داري بكرة القدم كويس وتعرف كرة القدم كويس، لما يكون موقف بس، لما يكون لاعب يمسك الكرة بيده وفي اثنين من منافس رايحين الجون مباشرة من نص الملعب، وهو آخر واحد في الملعب ويمسك الكرة بإيده بشكل متعمد، أعتقد حضرتك تعرف قواعد كرة القدم كويس زي إن دي كارت أحمر مباشر. اللي ضايقني إن كان في حكم وفي أربعة بالفار والخطوط ما ادوش الكارت الأحمر، فده اللي ضايقني وده الموقف اللي ضايقني. بالنسبة للموضوع حضرتك بتقول إن إحنا قدمنا اعتراض، لا إحنا ما قدمناش اعتراض، وبالتالي بقية السؤال كان لم يكن بالنسبة لي، لأن إحنا ما قدمناش اعتراض أصلا على الحكم المباراة. هو في البداية طبعا لما يعني انت كنت متقدم ومسيطر على المباراة ويدخل في الجون في دقيقة 86، ده بيعمل بعض الإحباط والزعل، وده طبيعي. قعد فترة بس كده بعد المباراة لغاية اما انا على طول كان ليا رد فعل في أوضة اللبس بعد المباراة مباشرة، دخلت أوضة اللبس اتكلمت مع اللعيبة بشكل قوي جدا، وكان عندنا اسبوع وقت دلوقتي بين المباراتين، قدرنا ان احنا نعمل حاجات كتير مع اللعيبة وجلسات، واتكلمت مع اللعيبة كتير. لا اقدر اضمنه لحضرتك ان اللعيبه ان شاء الله بكره مستعديه 100% ان شاء الله، جاهزين لمباراه الغد، وهيقدموا مباراه كبيره ان شاء الله، انا متاكد من ده. باكد مره ثانيه ان احنا الحمد لله الماتش الاولاني احنا اللي كسبانين، احنا اللي فايزين، والمنافس هو اللي عنده الضغوط، هو اللي محتاج ان هو يعمل اكتر، واحنا ان شاء الله هنكون على الموعد بكره، وباذن الله نحقق نتيجه ايجابيه وان احنا نرجع بالكاس باذن الله ان شاء الله. طبعا احنا عارفين ان المباراه قويه ومباراه صعبه جدا، احنا كان عندنا ماتشين، الماتش الاولاني خلص في مصر خلاص، احنا نسينا المباراه الاولانيه ودلوقتي بنفكر في المباراه الثانيه، وان شاء الله زي ما الكوتش قال احنا حضرنا بشكل كويس جدا للمباراه، وان شاء الله يبقى التوفيق معنا بكره ان شاء الله، ونرجع بالكاس ان شاء الله للقاهره. اكيد طبعا المباراه الاولانيه طبعا مصطفى طبعا ادى مباراه قويه جدا، واي حد بيبقى في النادي الاهلي بيبقى قد المسؤوليه، انا او علي او مصطفى طبعا، يعني هو ابن كابتننا الكبير كابتن احمد شوبير طبعا، اللي احنا بنتعلم منه كل حاجه في الادب والاحترام واللعب طبعا. وشو مصطفى شوبير بالنسبة لنا يعني هو أخونا الصغير، وهو كان يعني قبل الماتش اتكلمنا معاه أنا وعلي اتكلمنا معاه، وطبعا هو عمل ماتش كبير، وإن شاء الله ده يعني أقل حاجة يعملها واللي جاي أفضل ليه، ربنا يكرمه إن شاء الله. أكيد طبعا إحنا بنفكر في ماتش بكرة، ما نفكرش في الماتش اللي فات، إحنا خلاص الماتش ده كان ماضي، إحنا دلوقتي بنفكر في بكرة. اللعيبة كلها يعني بقى لنا فترة كبيرة الحمد لله بنلعب، لعبنا كتير في المغرب ولعبنا لسه لاعبين من شهرين هنا في المغرب برضو. بالنسبة لنا اللعيبة كلها اتحطت في الموقف ده، وهي عارفة يعني ايه اللعب في المغرب وسط الجمهور الجميل اللي احنا بنلعب فيه، بنكون من مستمتعين اللي احنا بنلعب في الجمهور، بين الوداد بين الرجاء بين اي حد،
احنا بنكون مستمتعين حتى في ارضنا برضو بنلعب في وسط جمهورنا بنكون مستمتعين. اهم حاجه في الاول وفي الاخر نطلع نعمل مباراه قويه، مباراه تبقى مستمتعه للجماهير وتبقى زي كوتش ما قال تبقى مباراه مميزه للكوره، دي اهم حاجه. اللعيبه مستعدين بشكل كويس وهم عارفين يعني ايه اهميه المباراه، واحنا بالنسبه لنا عارفين قيمه المباراه. احنا بنلعب نهائي افريقيا طبعا، الماتش او ماتشين ده بالنسبه لنا احنا بقالنا فتره كبيره بنلعب ماتشين بس، هي نسختين بس اللي لعبنا مباراه واحده. طبعا بالنسبه لنا اللعيبه فاهمه الكلام ده واحنا بنتكلم معاهم وعارفين قيمه المباراه، واحنا خلاص خلصنا الشوط الاولاني وان شاء الله بكره ربنا يوفقنا ونرجع بالكاس ان شاء الله. مش عارف صراحه السؤال بس تمام يعني. اكيد اي لعيب بيبقى موجود في القائمه بيبقى موجود هنا في المغرب بيبقى يكون جاهز طبعا، دي الرؤيه الفنيه بتاعه الكوتش طبعا. احنا كلنا جاهزين، القائمه كلها ال 24 اللي موجودين كلهم جاهزين، اي حد يكون موجود هيقدم دوره بشكل كويس جدا. برضو انتوا بتحبوا تتكلموا في الماضي، انا مش عارف ليه، احنا عندنا ماتش بكره تمام واحنا كاسبين الماتش اللي فات تمام. يعني انا بدايه كلامي اصلا احنا نسينا الماتش اللي فات، انتوا بتفتكروا ماتش من سنه تمام. انا عندي ماتش بكره، الفرقه كلها مركزه ماتش بكره ان شاء الله هنرجع بالكاس ان شاء الله. عارفين اغنيه عمرو دياب ما بلاش نتكلم في الماضي؟ محمد الشناوي ومارسيل كولر تعاملوا بكل ذكاء في الرد على كل الاستفسارات والاسئله اللي كانت بشكل واضح موجهه في اطار الضغط الجماهيري. عشان كده بدات حلقه النهارده بالحديث عن فكره الحضور الجماهيري، حضور رائع ومميز وبيدي شكل كرنفالي رائع لمركب محمد الخامس، ولكن الجمهور لن يلعب في المباراه، 11 لاعب قصاد 11 لاعب، وفي النهايه الكلمه الاخيره للاعبين في ارضيه الملعب. عموما في تفاصيل اكتر وحاله التفاؤل ان شاء الله اللي عند الجهاز الفني واللاعبين وعندنا ان الاهلي يقدر يكسب من المغرب ويرجع بالبطوله، هنعرفها بالتاكيد من خلال زميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي في وسط العاصمه في كازابلانكا عشان نشوف منه اخر الاخبار وكل الجديد الخاص ببعثه فريق النادي الاهلي. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك وتحياتي المشاهدين وتحياتي لجمهورنا جمهور النادي الاهلي العظيم. اخر الاخبار لديك وحاله التفاؤل عند البعثه، والنهارده التصريحات اللي قالها كولر والشناوي اكيد بتدي انطباع عن مدى جاهزيه الفريق نفسيا وفنيا وبدنيا للقاء الوداد غدا باذن الله. يعني بمشيئه الله يا محمد، لعيبه النادي الاهلي طلعت من القاهره الى هنا الى كازابلانكا عشان ترجع بمشيئه الله بالكاس، تركيز كبير جدا، معنويات مرتفعه، حاله من الهدوء الكبير، حاله من احترام في احترام المنافس الكبيره جدا. يمكن انت ذكرت طبعا التصريحات الخاصه بكولر والشناوي، يعني الذكاء كان مهم جدا في ان انت تخرج من المؤتمر الصحفي لان كان في ضغط كبير جدا جدا من الاسئله، اسئله كلها يمكن كانت مطوله فيها ضغط شويه، الكلام الجماهير، عقده الامور يمكن كلها بالخبرات الكبيره، عارفين ان الشناوي خبرته كبيره جدا في الردود، ايضا كمان كولر الحقيقه يعني تعامل بذكاء وبهدوء كبير جدا وناقش كمان عدد من الصحفيين في السؤال، امر كان مهم جدا، ده بينقل للجماهير، بيروح للعيبه، بيروح لوسائل الاعلام، بينقل مدى وعي النادي الاهلي لهذه المباراه، مدى هدوء النادي الاهلي، النادي الاهلي متقدم بشكل كبير جدا جدا في الاداء وفي النتيجه وفي الظروف وفي الفرص، عندنا فرص كبيره جدا يا محمد، لكن بمشيئه الله ان شاء الله من خلال التحضيرات، من خلال وجود مجلس اداره النادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب، الكابتن حسام غالي رئيس البعثه وكل اعضاء مجلس الاداره المتواجدين حاله من الدعم والمسانده المعتاده، يا رب ان شاء الله تكلل بالنجاح. عايز اطمنك يا محمد كالعاده ونطمن كل جمهور النادي الاهلي تحديدا على تدريب الامس، احنا لسه النهارده هنتدرب على مركب محمد الخامس في 8 مساء هنا بتوقيت كذا، ايضا بالعاشره بتوقيت القاهره، لكن عايز اكد لك على حاله اللاعبين امس والتركيز الكبير جدا من لاعبي النادي الاهلي. الحقيقه يمكن ملعب العرب الزاوي للنادي الاهلي تدرب عليه في التدريبات الاخيره في مواجهه الرجاء، ملعب جيد جدا، لكن مدى الجديه اللي شفناها في التدريبات كولر الحقيقه لكن يمكن جمهور النادي الاهلي كمان في هذا الامر كان شيء مهم جدا، تواجد اكثر من 50 فرد متواجد طبعا او مشجع لجمهور النادي الاهلي، حرصوا ان هو يكونوا متواجدين، دخلوا المدرجات، عملوا حاله
مهمه جدا يا محمد. نادوا على كل اللعيبه وتحديدا علي معلول اللي كان ليه نصيب من المسانده والدعم والهتاف الكبير جدا، عشان كده بناكد على وعي جمهور النادي الاهلي. النقطه مش في الجمهور هنا في نادي الوداد، النادي الاهلي لعب في اكثر من مباراه كبيره جدا في كاس العالم، ايضا كمان الانديه كان في جمهور بيساند، ايضا كمان نادي الاهلي الترجي راح في رادس في جمهور عديد جدا. النادي الاهلي الجمهور بالنسبه له هي متعه، النادي الاهلي ما عندوش حاجه اسمها ضغط جماهيري في اي فريق بيقابله، لان النادي الاهلي جمهوره اعظم، جمهوره عظيم، جمهور النادي الاهلي هو اللي احنا بنقدر نقول يضغط، لكن النادي الاهلي متعود على هذه الامور. النادي الاهلي عارف اهميه ال 90 دقيقه، السيناريوهات مهمه جدا، الكولر يكون محضرها. ياسين المكاري عليه دور كبير جدا الحقيقه، بنشوفه بيجتهد في التحضير في الهايلايتس، بيحاول ان هو يجتهد عشان يدي صوره اخيره ونهائيه لمستر كولر عشان يقدر يبني عليها التكتيك والتشكيل والثغرات وسيناريوهات المباراه. يا رب محمد ان شاء الله باذن الله تدريبنا النهارده لعيبه النادي الاهلي تكون على مدى تركيزها الكبير اللي احنا شايفينه في التدريبات، تكون حريصه جدا ان هي تحافظ على بعضها، لان احنا الحمد لله السكواد اللي موجود مع فريق النادي الاهلي الكل بكامل جاهزيته، ما فيش اي اصابات، ما فيش اي حد بيشكي من اي حاجه. فيا رب ان شاء الله باذن الله الامور النهارده تكون مطمئنه في التدريبات. تعرف النهارده للتدريب الرئيسي والاخير 15 دقيقه المعتاده طبعا لوسائل الاعلام، ومن بعدها يكون غلق تام للتدريبات. اكيد مستر كولر محضر امور عديده النهارده. يا رب محمد ان شاء الله تكلل بالنجاح، وتدريب النهارده يكون قوي لفريق النادي الاهلي، يستفيد منه النادي الاهلي ويكون وصل لكل اللاعبين الجرعات التدريبيه وايضا كمان النظري والعملي. ان شاء الله خير يا محمد باذن الله ان شاء الله. طيب موضوع التذاكر يا كريم، وموضوع التذاكر اخر الاخبار عندك بخصوص السعه المحدده للاهلي، هل الاهلي خد السعه المحدده ليه؟ هل الوداد هو اللي هيطرحها للبيع؟ موقف الكاف في مساله سعه التذاكر يعني هتطرح ازاي لجمهور الاهلي؟ انت قلت لي دلوقتي في 50 مشجع كانوا موجودين امبارح في تدريب الاهلي، فهيحصلوا على تذاكرهم ازاي؟ هل في معلومات واضحه في هذا الشان؟ يعني بالتاكيد طبعا محمد نقطه مهمه جدا، انت عارف طبعا المعامله بالمثل اللي النادي الاهلي يمكن كان خصص ليه 2500 تذكره لمشجعي نادي الوداد اللي تواجدوا، يمكن هم طبعا تواجدوا بعدد اقل من كده لكن كان كثافتهم موجوده وشفناهم في استاد القاهره. على الجانب الاخر بالتاكيد نادي الوداد يمكن في هذا الامر طلع 2000 لكن طبعا هنا من كذا او بيجي من بره كذا بيتواجد الى فندق الاقامه، الاجراءات المعتاده بالباسبور بتبدا تاخد التذكره بتاعتك. يعني بنامل بس ان شاء الله باذن الله، انا عندي يمكن هقول ارقام لسه بس احنا لسه طبعا في صباح اليوم، يعني حتى هذه اللحظه 400 تذكره، لكن بنامل بمشيئه الله ان شاء الله على مدار نهايه اليوم وغدا ايضا كمان صباح اليوم صباح الغد بمشيئه الله يكون العدد قرب شويه من ال 2000 او ال 2000 ونص ان شاء الله باذن الله منتظرين جمهورنا. لكن الاجراءات هنا متواجد فيها بعثه النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي بيحاول ان هو يوفر كل وسائل الدعم لجمهور النادي الاهلي، بيسهل الامور الخاصه بالتذاكر. الامور ان شاء الله تكون محسومه لجمهورنا يكونوا متواجدين مهما كان قله العدد يا محمد في التواجد. انت عارف النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي منتظر جمهورها بكثافه، لكن عندها امل كبير وعندها دافع كبير جدا ان في ملايين في القاهره وخارج القاهره منتظر النادي الاهلي يعود بال11. فان شاء الله باذن الله يوم 11 تكون يوم نصر وفرحه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي. زياره بدر بنون للفريق بالامس في ملعب العربي زوالي، وانا عارف ان الزياره دي كان لها تاثير معنوي كبير جدا سواء في زيارته للاهلي او حتى على تناول الصحافه المغربيه لزياره بدر بنون. انطباعاتك انت كريم لما شفت الزياره واتكلمت مع بدر، والنهارده وسائل الاعلام المغربيه لما رصدت زياره بدر لفريق النادي الاهلي؟ الحقيقه يعني بدر بنون واحد من الشخصيات الطيبه والمحترمه والمثقفه جدا، يعني انت عارف يا محمد النادي الاهلي اللي بيلبس تيشيرت النادي الاهلي ما ينفعش ينساه. بدر بنون تحديدا يعني علاقة أخوة كبيرة جدا بين الجميع وبين لاعبي النادي الأهلي. الراجل كالعادة لما يعني النادي الأهلي لاعب الرجاء تواجد، ويمكن أما كان متواجد في المغرب راح للاعيبة النادي الأهلي وكالعادة طبعا، لكن الهجوم هنا أنت عارف الوداد والرجاء يمكن الهجوم ده بيكون صعب شوية طبعا كالعادة لبدر بنون، الراجل متعود على هذه الانتقادات. لكن الحقيقة يعني الاستقبال كان كبير جدا، وده اللي شفناه. الكابتن محمود الخطيب الحقيقة يمكن دار حديث مطول مع بدر بنون، ويمكن الكابتن الخطيب قال له يا بدر بعد ما تخلص كرة أو بعد ما تبطل كرة النادي الأهلي فاتح أبوابه ليك لو عايز تيجي. امور كلها الحقيقه بتعكس مدى العلاقه الكبيره جدا ومدى احترام بدر بنون للنادي الاهلي، والعكس صحيح، مدى احترام النادي الاهلي لبدر بنون على زيارته. زياره كانت مؤثره كالعاده وصلت ليه اللاعبين. الحسابات اللي هنا محمد النادي الاهلي ملوش دعوه بيها، لكن النادي الاهلي بيشوف فقط لغير ان ده كان واحد يعتبر يرتدي تيشيرت النادي الاهلي، حمل اسم للنادي الاهلي في البطولات الافريقيه وبطوله الدوري وايضا كمان كل البطولات. عشان كده لابد ان يكون في يعني رد واجب زي ما بنقول. بدر بنون واحد من الشخصيات المحترمه جدا، كل الدعم ليه، زيارته كانت مهمه.
مهمه. كلامه عن النادي الاهلي الحقيقه امر طيب جدا ومهم جدا، فاكيد بنتمنى طبعا لبدر كل التوفيق وزيارته وسط لاعبين. مش عايز اقول لك محمد يعني الفرحه اللي كانت على لاعبي النادي الاهلي ان هم شافوا بدر، لان هو علاقته طيبه جدا سواء بالشناوي علي معلول، فعشان كده بنقول كل الدعم الحقيقه لبدر بنون، واحد من الشخصيات المحترمه جدا يا محمد. اخر سؤال يا كريم، الاجواء اللي عندك درجه الحراره والجو، جو كوره ولا الجو حر شويه؟ لا يمكن الحمد لله رب العالمين يا محمد، يعني كنا بنتمنى قبل ما نيجي هنا يكون الجو او المناخ طيب ويعني مؤهل لاداء مباراه مميزه جدا. الحقيقه الطقس هنا في كازابلانكا حاجه اكثر من رائعه، يعني ما نقدرش نقول حراره في توقيت المباراه الساعه 8، الجو طيب جدا، في رياح بسيطه، ما فيش حراره، ما فيش شمس، فان شاء الله باذن الله كل الظروف دي تكون معانا الطقس يوم المباراه. منتظرين كمان غدا، ده يوم بالنسبه لنا بيكون مهم جدا يا محمد، تحركنا من فندق الاقامه، التامين، انت عارف طبعا بيكون في كثافه جماهيريه كالعاده من جماهير نادي الوداد، لكن كل الامور دي الحقيقه ان شاء الله باذن الله متروكه للجانب الامني للتنسيق الامور التنظيميه الخاصه بيه الكافه. يا رب ان شاء الله محمد يكلل بالنجاح كل المجهودات ودعواتك يا محمد ان شاء الله ودعوات كل الله. جمهورنا انا عارف ان جمهورنا منتظر هذه البطوله بشكل كبير جدا، فان شاء الله باذن الله ربنا ينصرنا ونرجع باذن الله ان شاء الله معانا البطوله. سريعا يا كريم اخر حاجه كده بسرعه، بما انك ذكرت الكاف والتنظيم، هل في فعاليات النهارده الكاف عاملها مع الاهلي وبعثه الاهلي والوداد، ولا نفس السياق اللي تم في مباراه الذهاب مفيش جديد؟ لا يعني ما هقدر اقول لك ما فيش جديد يا محمد، الامور المعتاده خالص يعني بالنسبه طبعا للكلام، لكن في تشديدات بالنسبه طبعا النهارده للشكل العام اللي احنا شفناه في مركب محمد الخامس، لكن كلها امور اعتياديه يا محمد ما فيش اي جديد. اكيد. كريم احمد موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر اقامه الاهلي في كازابلانكا، وطمنا بشكل كبير مقر الاقامه، الامور الحمد لله تسير بشكل جيد في الاطار الاستعداد لمباراه الغد. طيب مدرب الوداد البلجيكي سيفن فانتن بروك كان ليه تصريحات غريبه شويه، لان تصريحاته قبل مواجهه الذهاب كانت شيء وتصريحاته عقب لقاء الذهاب شيء اخر، والنهارده كلام في اتجاه تاني خالص. تعالوا نسمع فانتن بروك قال ايه، وبعد المؤتمر الصحفي عندي تعليق مهم جدا على هذه التصريحات. présent ici dans la salle ça veut dire que c'est un match important. C'est un match qui, pour l'Afrique, c'est montré partout à la télé. Pour nous, particulièrement pour le Wydad, en Champions League finale, c'est aussi un honneur. C'est le plus grand titre que tu peux gagner sur le continent d'Afrique comme club. Donc tout le monde est présent, tout le monde veut être là, tout le monde est motivé. On est revenu d'un score 2-1 de l'Égypte. Ça nous donne encore beaucoup de chance parce que le but à l'extérieur, c'était quand même important. Ça a changé tout l'image du premier match. Les préparations sont déroulées dans des bonnes circonstances. À Rabat, dans des facilités très bonnes, aussi un peu loin de toute la pression. Donc ça fait que l'équipe pouvait s'entraîner dans un cadre très calme, très serein pour se préparer. Et depuis quelques jours, je trouve que la concentration est encore plus haute qu'avant. Donc ça donne ou ça fait espérer de bonnes choses pour demain. Je crois que j'aime le Jamaïr Salah Hassan, les chaque finale, c'est un nom. Moubara, je connais Saba. Nous sommes Moubara de Bchikil Kat Azaman, de Moubara de l'IEF, Chaud Chani Fmgrib. Kanchimina, nous sommes Saf Naman, première métaphone de Messer. نتمنى ان شاء الله نكونوا اشتغلنا هذا الاسبوع هذا بواحد الشكل كافي ان شاء الله، باش يخلينا نظهروا في مباراه الاياب احسن ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله نتمنى نكونوا في ذاك الجورجي نكونوا موجودين ان شاء الله، باش نحاولوا ما امكن نحسموا المقابله في صالحنا ان شاء الله ونتوجوا باللقب ان شاء الله. طيب الخطاب الذي تحدث من خلاله فاندر بروك على مواجهته للاهلي اختلف 3 مرات. قبل ما يواجه الاهلي في لقاء الذهاب اتكلم على ان الاهلي فريق كبير لعب او بيلعب 4 نهائيات في اخر 4 سنين، قال مواجهه الاهلي بالنسبه له ده حدث كبير جدا وحدث تاريخي. بعد لقاء الذهاب وبعد ما تحول الامر من تمجيد الاهلي قبل المباراه اتكلم على ان لقاء العوده هيكون اكتر ضغط على فريق الاهلي، وقال ان الاهلي خسر مرتين من الوداد 2017 و2022، وقال ان الوداد عنده القدره في الفوز على الاهلي. طبعا تصريحاته قبل المباراه حاجه، وبعد المباراه هو الهدف من تصريحاته ان يدي ثقه ويزرع ثقه ما بين لاعبيه. ولكن النهارده
في تصريحاته كان غريب شوية، لأنه قال لا أظن أن الأهلي سيشكل خطورة على الوداد في مركب محمد الخامس. فأنت منين كنت بتتكلم على أن الأهلي ده فريق كبير بيلعب أربع نهائيات في آخر أربع سنين، ومنين النهاردة بتتكلم على أن الأهلي مش هيشكل خطورة على فريق الوداد؟ وقال كمان الأمر واضح بالنسبة لنا، هنلعب على المكسب، والأهلي مش هيقدر يعمل أي نتيجة إيجابية في المغرب، واحتمالات كبيرة جدا مثلا أن الأهلي يخسر. دي تصريحات أنا ركزت عليها، لأني ركزت على تصريحات شبيهة ليها قبل لقاء الذهاب، وقلت لكم أن المدرب البلجيكي تصريحاته دائما وأبدا للشو، وليس لها علاقة أو ليست واقعية بما يحدث داخل أرضية الملعب. وأنا مبسوط جدا بالتصريحات دي، زي ما خسر في لقاء الذهاب، ولولا الهفوة اللي حصلت في الدقائق الأخيرة الأهلي هيقدر يتدارك الأمر في لقاء العودة، وهيكسب المدرب البلجيكي في لقاء العودة، لأن خبرات كولر، وتحت كلمة خبرات حطوا مليون خط، خبرات كولر هتقدر تفرض كلمتها على خبرات المدرب البلجيكي المدير الفني لنادي الوداد، الذي لم ينجح في إحراز أي هدف على أرضه عندما واجه سان داونز في لقاء ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار الترند. آخر أخبار الترند النهاردة فيها مفاجآت مهمة جدا متعلقة بنهائي دوري الأبطال. نبدأ مع بعض بترند الأهلي، والبداية من كأس دوري أبطال إفريقيا في كازابلانكا. من كازابلانكا، كأس دوري أبطال إفريقيا جاهز في انتظار بطل هذا الموسم. هل سيحقق الأهلي اللقب 11 أم سيرفع الوداد الكأس للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه؟ إن شاء الله بإذن الله تكون الكأس أهلاوية وليست ودادية. اليوم السابع وحساب اليوم السابع، كولر يضع الليلة الرتوش الأخيرة على خطة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي. بيتكلموا على أن كولر أكيد هيبدأ يفكر بقى في طريقة اللعب، بمين هيكون في التشكيلة الأساسية، مركز حراسة المرمى. وأنا بأكد لكم كل هذه الأمور محسومة من قبل الأهلي ما يسافر إلى المغرب. كولر من المدربين اللي بيحضر للمباراة قبل ميعادها بيومين ثلاثة، وبيكون حاطط تركيزه الكامل على القائمة اللي هتسافر، وبيكون حاطط تركيزه الكامل على المجموعة اللي هتبدأ المباراة، وبيبقى عامل سيناريوهات على مدار المباريات الأخيرة. لذلك من وضع أو من غير التركيز على فكرة الرتوش الأخيرة أو يضع الرتوش في اللحظات الأخيرة، كولر أكيد عارف من قبل ما يركب الطيارة مين هيكون في تشكيلته الأساسية، ومين هيكون جاهز لخوض هذا اللقاء، وطريقة اللعب والأداء اللي ممكن يلعب بيه في لقاء الوداد. المصري الرياضي بيقولوا تغيير وحيد تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا. طيب، تبقى للتشكيل المتوقع للمصري الرياضي بيقولوا أن في حراسة المرمى هيكون الشناوي مش مصطفى شوبير، فده التغيير الوحيد اللي بيتكلموا عليه. لكن الدفاع معلول، منعم، ياسر، هاني، ديانج، فتحي، مروان، حسين الشحات، كهربا، بيرسي، تاو. طيب، ده التوقع بالنسبة للمصري الرياضي. سبورت 360 مصرية اتكلم على الأرقام، ولغة الأرقام مهمة جدا وانت بتستعرض التاريخ قبل موعد النهائي. بيتكلموا على ان الأهلي لعب سبع نهائيات في دوري أبطال إفريقيا عندما يكون الإياب خارج الديار. يعني الأهلي لما لقاء العودة بيكون خارج مصر لعب سبع نهائيات. طب في السبع عمل إيه؟ أربع مرات كان البطل، وثلاث مرات كان الوصيف. وبالتالي دي إحصائية بتأكد اللي كنت بقوله في بداية الحلقة، لما الأهلي فاز بعشر دوري أبطال إفريقيا خمسة منهم خدهم من خارج مصر. بس الناس تقول هنا بس في أربعة كان بطل، الخامس ده كان إيه؟ دي كانت مباراة كايزر تشيفز اللي كانت مباراة واحدة اتلعبت على مركب محمد الخامس 20-21. طيب، في 82 الأهلي كسب على أرضه 3-0 وخسر خارج أرضه 1-0. في 83 اتعادل على أرضه 0-0 وخسر خارج أرضه بهدف مقابل لا شيء. 2006 اتعادل على أرضه 1-1 مع الصفاقسي وكسب بره بهدف تريكا 1-0. 2008 كسب القطن في القاهرة 2-0 وتعادل في جروة 2-2. 2012 الأهلي اتعادل مع الترجي 1-1 وكسب في تونس 2-1. 2017 الأهلي تعادل مع الوداد إيجابيا في برج العرب 1-1 وخسر في المغرب 1-0. 2018 الأهلي كسب 3-1 على الترجي وخسر في تونس بفعل فاعل اللقب المسروق أمام الترجي 3-0. طيب، نروح لحساب الوطن سبورت. لجنة كاف تفاجئ الوداد المغربي وتعزيزات أمنية مشددة قبل موقعة الأهلي. لجنة من الاتحاد الإفريقي بتنسيق مع مندوب المباراة تفقدوا أرضية مركب محمد الخامس للوقوف على جاهزية الملعب لاستضافة اللقاء.
وفقا لما ذكره موقع كازا المغربي، الامطار اللي شهدتها الدار البيضاء في الساعات الماضيه هي اللي دفعت لجنه من الاتحاد الافريقي لزياره ارضيه الملعب للتاكد من عدم تاثرها قبل ساعات من مباراه الاهلي والوداد. والموقع قال ان المندوب طلب معاينه الارضيه بحضور اللجنه التقنيه للكاف بسبب تخوف من تاثر الارضيه بسبب الامطار. ولايه امن مدينه الدار البيضاء قررت الاستعانه بخدمات مكثفه لرجال الامن طبعا لوضع خطه لتوفير الامن والاستعانه برجال الشرطه وقوات التدخل للاستعداد لجاهزيه مدينه الدار البيضاء لخوض هذه المباراه. وانا باكد ان شاء الله ان كل الترتيبات الامنيه هتكون بشكل رائع جدا في خوض هذه المباراه على مركب محمد الخامس. اخر حاجه معايا، وانجاز كبير جدا لفريق كره الماء بالنادي الاهلي من خلال حساب النادي الاهلي، قالوا ان الاهلي توج ببطوله الدوري بعد الفوز على الشمس 16-6. بطوله الدوري لكره الماء فاز بيها النادي الاهلي، وزي ما انتم شايفين احتفالات بالشماريخ في حمام السباحه، ونجح الاهلي بالفوز بالدوري، واعتقد كمان فاز بالكاس. يعني السنه دي سنه استثنائيه بصراحه للعبه كره الماء، وكمان لكل العاب الصالات والنشاط الرياضي والانجازات الرائعه التي تحققت خلال هذا العام في جميع المجالات. طيب نروح للترند المحلي، والترند المحلي هيكون كلام اكتر على منتخبنا الوطني. البدايه بحساب روي فيتوريا مدرب منتخبنا اللي تمنى السلامه والشفاء العاجل لاحمد حجازي اللي للاسف تعرض لاصابه بقطع في الرباط الصليبي، وبالتالي خرج من معسكر المنتخب. واعتقد مش عارف هل حجازي هيلحق كاس العالم في شهر 12، هل ممكن يتم الاستغناء عن حجازي؟ كل ده هنعرفه خلال الساعات الجايه. ولكن حجازي من اللعيبه المميزه المحترمه ذا المستوى الفني العالي، نتمنى له السلامه. اعتقد دي للمره الثالثه بيتعرض لاصابه بالرباط الصليبي. طيب حساب اتحاد الكوره، والنهارده كان في تقديم رائع جدا بخصوص قائمه منتخبنا الاولمبي اللي هيستعد لامم افريقيا تحت 23 سنه اللي هتنظمها المغرب نهايه هذا الشهر. الطريق الى باريس، منتخب مصر يبدا مهمته لبطوله كاس الامم تحت 23 عام المؤهله لاولمبياد باريس 2024. تعالوا نشوف الطريق الى باريس والتقديم الخاصه بمنتخبنا الاولمبي كيف استعد لها اتحاد الكره، وازاي عرضها النهارده لكل وسائل الاعلام. نتابع. كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي باذن الله في تحقيق نتيجه جيده والتاهل باذن الله لاولمبياد باريس بعد الوصول الى السيمي فاينال، وتحقيق على الاقل مركز من المراكز الثلاثه. وما ننساش ان منتخبنا هو الفائز بالبطوله الاخيره اللي اتنظمت في مصر عام 2019. طيب اسلام احمد والحديث على توقعاتهم للتشكيل. اسلام بيتوقع ان الشناوي، معلول، منعم، ياسر، هاني، ديانج، حمدي، مروان، الشحات، كهربا، تاو، وان شاء الله ال11 يوم 11، وان شاء الله لاعبتنا على قدر المسؤوليه. استاذ محمد الاهلاوي بيقول بصراحه انا اتمنى التشكيل يكون كالتالي: الشناوي، معلول، منعم، ياسر، هاني، حمدي، ديانج، مروان، عبد القادر او طاهر، الشحات، تاو، بس مستر كولر هيلعب بنفس التشكيل اللي فات. يعني انت مسكت العصايه من النص. استاذ عمرو منصور خليل بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا استاذ محمد يا رب انصر الاهلي المصري كبير افريقيا. التشكيله المتوقعه غدا باذن الله: الشناوي، معلول، منعم، ياسر، هاني، ديانج، فتحي، مروان، الشحات، كهربا، تاو، كل الدعم والمساندة للمارد الأحمر. يعني كل التوقعات شايفة أن ممكن نفس التشكيل اللي لعب بيه لقاء الذهاب يكون موجود في لقاء العودة، وأنا بقول لكم مش أكيد، ممكن يحصل أي تعديل. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا اللقاء جديد مع العد التنازلي قبل موعد اللقاء بحوالي 5 ساعات. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.